عزتي عزتي، مرحبا بكم مره جديده في حلقه جديده من برنامجكم شهوات في شي شكل. هو العيالات الحارات الموقضات، اكيد العيالات بزاف ما كيعرفوش كيفاش يصيبوا عصير الليمون. كل وحده تعصر ليا هوك، وحده تطحن ليا هوك. شوفي سهله مهله، ما كاين ما احسن من اليد، وترجعي لداك الشيء طبيعي. تبعي معايا، كنشدوا الحامضه وكنقسموها على جوج. قرب ليا الاخرى باش ما تفوتش. سيديك هانتي لالا مولاتي، غير بيدك يو هاني لالا مولاتي. عصير الحامض موجود، منها رياضة ليديك، منها تصيبيه طبيعي. يا ربي تصدعي راسك زن زن زن. يو بالصحة والراحة على راساتكم.